يواصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط بالاشتراك مع قصور الثقافة بالمحافظة تنظيم فعاليات ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية في محافظة دمياط. وتتمثل الفعاليات في الجلسات والأمسيات التي تقام في قرى حياة كريمة. واستقبلت قرية السوالم في مركز كفر سعد جلسة الدوار ضمن أمسيات الأسرة المصرية. تضمنت ورشة رسم إلى جانب مشاركة فرقة الآلات الشعبية التابعة لمركز كفر سعد بفقرات متنوعة. طبعا احنا بنشارك في مبادرات حياة كريمة في فن شعبي، وطبعا احنا معانا في الامسيات على طول الدوار في الفنون الشعبيه الاصيله والطراز القديم، وطبعا احنا معانا على طول في الامسيات بنشارك مع جميع البرامج في نوادي المراه والعروض الثقافيه بتاعتنا طبعا قصور الثقافة. جاية النهاردة عشان أشارك في مبادرة أمسية جميلة منظمها مبادرة حياة كريمة في مدينة قرية السوالم، اللي أنا سعيدة جدا إن أنا بحضرها لأول مرة، وأرجو إن أنا أكون يعني ضيفة خفيفة على المكان. وسعدنا جدا 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 بفقرات الأمسية الجميلة. ما شاء الله حاجات جميلة قوي بالنسبة للغاز والصرف الصحي والنت وحاجات جميلة قوي بنشوفها احنا ما شفناش قبل كده فعلا، وده حقيقة. الحاجة التانية بسم الله ما شاء الله كان هنا أمسية برضو بالنسبة للأطفال والكبار وفرحوا جميع القرية ما شاء الله واتبسطوا جدا. الوقت حياة كريمة دي نشأتني من عدمه. أولا جميع مؤسسات الدولة اتنشأت من جديد في القرية. أولا مجمع مصالح، ثانيا تأمين صحي، ثلاث مدارس إحلال وتجديد، مدرسة اتنشأت، مدرسة ثانوية، مدرسة إعدادية، تعليم أساسي،